بسم الله، عبد القادر شكليل، أحد قانتين بهذه المحلة، محلة ترقية في بلدية بنتبية. طبعا احنا اليوم متواجدين في مستشفى نساء وولادة لم يستكمل، يعني مش لم يستكمل بالضبط، ولكن ما زايد للتجهيزات الأخيرة. يعني هو المفروض أن البلدية أو البلديات المجاورة يستغلنا كأقرب نقطة ليهم كمستشفى نساء وولادة، باعتبار أن أقرب مكان للبلديات الثلاث تقريبا سبها، وسبها هذه طريقها من غير أنها طريق مكسرة، فيه من النساء يولدن في وسطها، يعني في وسط الطريق، وفي اللي تجهض، وفي اللي عائلها يموت في وسط بطنها على خاطر الطريق اللي مكسر. رسالتي لوزارة الصحة تحديدا، لازم يستغلوا مثل هذه الأماكن. المكان ما هوش مستحق شيء، يعني بغض النظر عن المليارات اللي مصروفة في سد الباطل. نحن اليوم هنا متواجدين في بلدية بنتبية، في محلة رقابة تحديدا، في مستشفى لم يستكمل، مستشفى نساء وولادة. كيف كامل؟ بارك الله، السلام عليكم. كم يبي ميزانية؟